سبحان الله، منطقة الصباح الصحية فيها شوية على قولة المصريين شقر. شوفوا يعني أنواع من الأثل، بس تعجبت على كذا نوع. شوفوا هذيلا يعني بعضهم متكرر. شوفوا هذا الأثل اللي هو القديم، يا رب يا رب. شوفوا وهاي واحدة ميتة. شوفوا هذا الأثل، شوفوا أنواع. شنو يسمونه هذا بمصر؟ طيور كافور. شوفوا أنواع، سبحان الله. يعني هو عاش رد احتيه، يمكن قصوه، بس قلت أنا يعني يا رب من الزمن الجميل. يا جميل.